بنحيي برضو كل الحبايب كل الضيوف اللي النهارده. طب والنبي يا دار الحصان دي عفيفي باشا عبد الخليل اللي بيحييه. الباشا عبد الخليل بن سعيد تحيه غاليه برضه لعشابه. بنقول برضه مملكه دهشور الباشا تامر ربيع بيحيي حسام بيه عفيفي. العمده كمال عبعال اللي بيحييك مره مليون مره. العمده كمال عبعال تحيه برضه من العمده كمال عبعال اللي بيحييك مره مليون مره. وبنقول برضه لحسام بيه عفيفي طبيب مصر الدكتور محمد عبيد بيحييك يا باشا دكتور محمد عبيد. بنقول برضه احمد بن شاعر ومحمد بن هوبا خفاف اللي بيحييك والازهري الباشا محمد الازهري بيحييك حسام بيه عفيفي الازهري. باشا محمد الازهري بيحييك مملكه دهشور الباشا تامر ربيع والباشا ربيع. بنقول حسام بيه عفيفي وتحيه للكوتش الكوتش بيحييك حسام بيه. تحيه الباشا محمد مصطفى اللي بيحييك وخدمته له من معاكم اخواتين مصر بيحييك حسام بيه. وتحيه برضه لعشابه الباشا احمد فن صحابه الباشا احمد فن صحابه بيحييك حسام بيه عزيزي الباشا احمد فن صحابه شيخ محمد الصباح لحسام بيه شيخ محمد الصباح بيقول حسام بيه عزيزي يا حسام بيه محمد الصباح بيحييك والنقا النقا بيقول لك رئيس اسكندريه ومحمد بيه كرمانه بيحييك مره مليون مره. وكريم بيه خطاب بيحييك حسام بيه عفيفي كريم بيه خطاب بيحييك والنقا بيحييك كده. وتحيه برضه تعشانه الباشا احمد علام بيحييك مره ومليون مره. وتحيه الباشا عمر الباشا عمر صقر بيحييك بنقول حسام بيه عزيزي. وتحيه برضه الباشا عادل احسن بيحييك بنقول حسام بيه عزيزي مره ومليون مره. والمعلم ابراهيم حسام تحيه الباشا مصطفى كمال الباشا مصطفى كمال بيقول حسام بيه